علشان تفعل الوضع الليلي وتمنع الأشعة الضارة في الجهاز من التأثير على العيون خاصة فترة الليل، تدخل على الإعدادات وبعدين تختار شاشة العرض والإضاءة. بعدين بتحصل عندك خيار اسمه النايت شيفت، هنا متوقف تدخل عليه وتجدول اللي هو فترة متى تبغى تكون الإضاءة في الوضع الليلي. مثلا نضغط نفعل موضوع الجدولة وبعدين من وإلى، مثلا أنا أقول على سبيل المثال هنا نختار من الساعة خلنا نقول 6، يعني تقريبا تكون غايبة الشمس من الساعة 6. إيقاف عنده نقولها برضو من الساعة 6 الصباح بالطريقة هذه، وبكذا راح يكون الجهاز عندك بيكون في وضع الليلي من الساعة 6 المساء إلى الساعة 6 الصباح اللي هو فترة الليل. وراح تلاحظ أنه إضاءتك بالفترة اللي أنت اخترتها راح تكون بالشكل هذا. هذا الوضع جدا مريح للعين خاصة في فترة الليل أو في الأماكن المظلمة، وممكن أنك تزيد من موضوع اللي هو دفء الإضاءة بالشكل هذا أو تقلل منها حسب الوضع اللي رايحك. لكن المهم أنك لابد أنك تفعل هذه الخاصية، لأنك راح تحس أنه فعلا ارتحت كثير في موضوع تصفح الجوال فترة الليل.